تنظن أنه اليوم لأنه الأجواء في الوداد ما كانتش صحية، أنا كنت كنتمنى أنه اللاعبين يعني ما توصلهمش يمكن هذاك ذاك التشويش والتحريض والأشياء الكثيرة اللي كانت الدولة هذه 3 أيام 4 أيام. بهذه الكلمات وصف الحسين عموت مدرب الوداد واقع حال القلعة الحمراء، مضيفا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مباراة فريقه ضد اتحاد طنجة على أن هناك من يصطاد في الماء العكر سواء من خلال التشويش على اللاعبين أو الأطر التقنية. تشويش على واحد المجموعة اللاعبين صحيح، والتدخل في الشؤون ديالهم ومشاهدة التوقيت، وخصنا نعرفوا التوقيت، ولكن حتى التشويش على الأطر التقنية لا يعقل انه فريق الوداد اللي هو البطل اليوم ديال افريقيا وكيشوشوا على المدرب ديالو والاطر التقنيه كلها، الناس اللي هما دخلاء، الناس اللي ما فاهمينش في الكره، الناس اللي عندهم صراحه ما عرفتش دوافع شخصيه ومدفوعين، وناس اللي ما عندهمش ما فهمت انا لا يخدمون الكره المغربيه. عموته كبير على كل هادشي، انا دائما اعتبر نفسي كبير على هادشي. علاش؟ انا اطار ومؤطر وتنهتم بالمصلحه ديال اللاعبين اولا باش نحسن المستوى ديالهم. الحمد لله انه بشهاده ديال الجميع انه اللاعبين ديالنا كيفاش كانوا قبل المجيء ديال الوداد، كيفاش اصبح الفريق بالشخصيه ديالته، واحد المجموعه ديال اللاعبين اللي ما كانوا كيسوا حتى شي حاجه ولاو ظهروا، ولكن هذا كانت ليه شروط، الشروط هو الجو اللي خلقنا داخل الفريق.